راه الدريره بزاف ما دماغك ما غيدخلش لك هاد الهضره كامله كيفاش الدريه غتموت انفو ولا الدريه تتبغي تحرق ما كايناش الدريه غتكون صغيره عمرها كامل يلا باقا عندها 20 عام كان دايره سونتر تخصصات دايره فندقات تتخدم كلشي فرونسيس وحشومه الدريه تضيع معاهم في هاد البلاد راه معيب وحق الله حنايا كنا ديجا تندوو مع هاد السكن غنمشيو معاه في هاد المسيه وكاع ما سير ربي وبقينا على بركي 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 وما بغاش كنت غنمشي في هاد المسيه وكاع ما سير في ربي حيت عرفنا الريح خايب هاد اليامات وسمو كاين عيب راه اي واحد غاد اللي تسولو غتلقاه باغي يحرق علاقه بيني وبين شي حاجه اكثر فيها امي فيها اختي فيها صاحبتي فيها كلشي هاد الدريه راه بزاف راه ما غتدخلش لك لدماغك غيجي واحد غيقول لك فلانه ماتت ويلا كانت معايا والبارح وغتجي تقول لي فلانه ماتت راه ما يمكن راه يديروا بلاصتهم بحال اختهم يديروا بلاصتهم هذيك اللي ماتت يديروها بنتهم ما يديروها لا اختهم لا صاحبتهم لا والو يديروها بنتهم بنتك ماتت شنو غدير راه ما غيدخلش لك لدماغك يجي عندك واحد يقول لك فلان راه بنتك ماتت ما كايناش وكانوا عاتاني الوالدين هما اللي فيهم السبب كنا كانوا الوالدين عطينا قيمه وعطينا وقت وعطينا سميتو ما غي فارقين لا ماشي هذاك سي خصوص ديالهم ما غاديش تشوف ما بين الوالدين وما بين حنا تيهمنا الدريه حشومه تموت ما يمكنش باكا كابره في هاد الدار ومهلين فيها وما مخلينا تحرم في حتى حاجه حشومه الدريه تضيع ما بين يديك باقا كاع ما تسوفات ما تزوجات ما والو الدريه ما محال ما تدخلش لك لدماغك دريه صغيره تضيع قول لهم يديروا البنادم قيمه يعطيهم يشوفوا لهم يخدموا يقريوهم يعطيهم اللي باغين وكاع ما غيبغيو يمشيو لهذيك البلاد علاش هذيك البلاد ما تحسن منها